من يطلع والله من صلاة الفجر نعم. سار المطار دا وتمشى في المطار وشاف ربعه وجماعته وشغلهم ومنه وعندك ودونك وتعليمات وعقب رد ويصير للمكتب تلقينا عقب. لا جزاه الله خير والله ما مقصر والله جزاه الله خير والله عدة مرات مريت أنا بس أسلم عليه يعني ما أبغي شيء الله يجزيه خير. هلا والنعم والنعم أبو أحمد ما يقصر والله أبو أحمد ما مقصر جزاه الله خير والله والله لا. العظيم من كلهم يعني من القيادات اللي نفتخر فيها في الإمارات جزاهم الله خير. نعم والله ما مقصرين والله ما مقصرين الحمد لله اللهم لك الحمد والله يطول عمر محمد بن راشد تذكره. لا وأنت بعد إذا خدموا ما خدموا أحد غريب خدموا وحدة منهم وفيهم يا طويلة العمر. نعم جزاهم الله خير وانتم نعم. بعد جزاكم الله خير ما مقصرين الله يجزيكم خير على هالبرنامج والله ما مقصرين ان شاء الله في ميزان حسناتكم. نتمنى ان نقدم الشيء اللي فيه الفائده ان شاء الله. نعم ونبارك بعد شرطه ايمان على هذه السنه الجديده مبارك لهم. الله يبارك لك ويسلمك. اي والله مبارك الشيخ حميد والشيخ عمار الله يجزيهم خير ولهم كلهم الله يبارك كلهم حكام وكلهم شيوخنا وما نلقى البد منهم. الله يسلمك ويخليك يا وياك يا الغالي وياك عبد الرحمن يا محمد الله يخليك ويطول عمرك ما تقصر يا ابو راشد جزاك الله خير جزاك الله خير في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يحفظك سلم لي على الوالده سلم على الوالده الله يسلمك يوصل ان شاء الله يوصل. الله يخليك ويطول عمرك ان شاء الله الله يطول عمرك في حفظ الرحمن الله وياك الغالي الله وياك جزاك الله خير محمد يعني مسكين ما صارت بالفعل واحد يوم يشير على الاقل يحصل خدمه زينه يعني يشكر الناس اللي يخدموه ما يبون هذا ما هاي شغلتهم يعني هم وجدوا لي هذا الشيء لخدمه الناس ولكن بعد التفاني والإخلاص في العمل والروح الطيبة وإنك أنت كم يسوى يوم تجابل الناس خالي بروح طيبة وابتسامة وترحب باللوادم ما الله ما يبون شيء والله الناس اللي جايين حتى المراجعين ترى ما يبون شيء هاي الكلمة الزينة هي اللي يعني تخليك أنت مثل لو الود ودهم يشلونك يحطونك على راسهم بس الكلمة الزينة والابتسامة والترحيب ولا ما يبون شيء مساكين لك الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وين ما تصير هنا في بلادنا المسؤولين كلهم الحمد لله رب العالمين الناس رياحيين اللهم لك الحمد والشكر لان مثل ما تقول الحمد لله يعني القدوات اللي موجوده هنا الشيوخ الكرام وهذا هم يعاملون الناس باحترام وبتقدير وبابتسامة فما بالك المسؤولين يعني شو عندك فاصل ان شاء الله نتواصل بعد هذا من أصل العراقة إلى عصر الأناقة إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاما يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا شوف جبهتك الصلع بلش فيها والحل سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندو لخبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديده من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفره في جميع دول الخليج العربي. احجز حتى 13 مارس وتمتع بخصم يصل حتى 40% إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. خطط لرحلتك ما بين 1 أبريل وحتى 10 يوليو 2015. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة qatarairways.com/globalsale. الخطوط الجوية القطرية طيرانك المفضل ذو 5 نجوم. استمتعوا بالمذاق الرائع لآيس كريم كاملة الفاخر الجديد والمصنوع من حليب النوق الصافي من ألبان العين. 6 نكهات طبيعية هي التمر، الهيل، الفانيلا، الزعفران، الشوكولاتة والكراميل، ويحتوي على المكسرات ليعطيكم إحساساً بالفخامة. يتوفر الآن في المحلات والسوبر ماركت الرائدة في الإمارات. تابعوا ألبان العين عبر الفيسبوك، تويتر وإنستغرام لفرصة الفوز بكمية من الآيس كريم تصلكم شهرياً مجاناً إلى منازلكم لمدة 6 أشهر. اسمعنا بس 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 راديو الرابعة. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا. تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry.
الفلكلور والدبكة، الرومانسية والحب والطرب الأصيل، هيك بتكون أحلى سهرة مع النجم أيمن زبيب. شفت ودموع شلال مدري مين مزعلها، ونغم بحاك الإحساس مع عازف ساكسفون جورج ماضي. كمان الفنانة بشرة رح تنور السهرة. لاقونا ليلة 3-17 مارس على سراي كافيه بمنتجع وسبا شاطئ دبي مارين بجميرة الأولى. انت الحلوة ببلادي. للحجز 04-344-6334 و 050-559-1825. هيدا الحفل برعاية راديو الرابعة ومن تنظيم سراي إيفنتس. تبغى تمثل طيران الإمارات خارج الدولة؟ ترى طيران الإمارات توفر الفرصة للمواطنين لارتقاء بمستقبلهم المهني واغتنام خبرة دولية. انضم لبرنامج المحطات الخارجية وبيوفروا لك تدريب عالمي وراتب مغري طول فترة التدريب، وبيهلونك عشان تتولى مهام إدارة وحدة من محطات طيران الإمارات خارج الدولة. قدم طلبك اليوم عبر emirates.com/careers. تطبق شروط الخدمة الوطنية العسكرية. أين تطمح أن تكون في الغد؟ يعلن المركز البريطاني للليزك والجراحة التجميلية في دبي عن البدء باستخدام تقنية الفيمتو سمايل، واحدة من أحدث التقنيات الطبية في علاج وتصحيح البصر. خلافاً عن الطرق الأخرى للعلاج بالليزر، تقوم تقنية الفيمتو سمايل بالعملية بدون استخدام الجراحة التقليدية في قطع القرنية وبدون إزالة الطبقة الخارجية، مما يجعل العملية أكثر أماناً ودقة وبنتائج أفضل. تحت إشراف طبي ماهر بقيادة متخصصة، المركز البريطاني للليزك والجراحة التجميلية ذو الخبرة في علاج وتصحيح البصر منذ 15 عاماً. احجز موعدك الآن وتفضل بزيارتنا في مركزنا بالجميرات. للاستعلام اتصل على 04-344-2020. من أصل العراقة إلى عصر الأناقة، إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاما. يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة، مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية. زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دوليخا برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. سوق الجمعة في عجمان، العودة إلى الأصالة. صباح الخير يا أحلى صباح بني في كله، صباح الخير يا أحلى صباح بني في كله، صباح النور يا نور انطلع والقلب حياك هلا بالحب، يوم انه تغنى وضلته ضلة هلا بالشوق، لا غرت من محياك وعذابه حضورك، بهجد الجوري وزهر الكاتي وفله حضورك، بهر منسية موسيقى حيل جذابة على نغمات صوتك، يرقص الخفاق ويتله شعورا أو حسيس غريبة منك أسبابه، ملكت القلب من قدك ترى ما قبلك وصله، تراك أنت الوحيد اللي دخلت وسكر أبوابه، ملكته وحدك وباقي عليك تبهر الدلة، ترى فوحه يعذبني وأنا شايفه وشكابه، أنا ما بسواك ولو يقال كثار بالملة، ولا يكون غيرك حي ولا والله تغنى باهينتي، يا عبير الورد يا حلة ويا دلة، يا طيب قلب الدنيا يدوب خافك أحبابه. الرابعة أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة برعاية بنك أبوظبي التجاري. أهلا بكم، وفي هذا الموجز الإخباري، الإمارات وألمانيا تستعرضان علاقات التعاون الوثيق القائمة بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة. دول مجلس التعاون ترحب بطلب الرئيس اليمني عقد مؤتمر للأطراف اليمنية في الرياض تحت مظلة المجلس.
الرئيس الأمريكي أوباما يقول إن بلاده سوف تنسحب من المفاوضات النووية مع إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مقبول، ويؤكد أن هوة الخلاف مع طهران ضاقت لكنها لا تزال قائمة. اقتصاديا، أبو ظبي تستضيف مؤتمر التأمين الإسلامي الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي. بتكلفة 187 مليون درهم، مصنع فيجن يبدأ إنتاج مستحلب مادة البولومير من حمرية الشارقة. رياضيا، العين يعزز صدارته بدور الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه أمس على الجزيرة بهدفين لهدف في ختام المرحلة 18 من الدوري. قارة آسيا تترقب اليوم إعلان البلد المنظم لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي يعقد اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة. في أخبارنا المختارة، منظمة الأسرة العربية تعلن تكريم أم الإمارات بمنحها قلادة السعادة الأسرية بمناسبة يوم المرأة العالمي. انطلاق طائرة سولار ام بلس 2 من العاصمة أبوظبي في أول رحلة حول العالم لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية. أخيرا، انطلاق المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية توعية 2015 اليوم بيكسبوا الشارقة. إلى اللقاء. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة، برعاية بنك أبوظبي التجاري. إلى عالم من التصاميم والألوان في ريغال، واكتشفي تشكيلة ساحرة من الشيفون الفرنسي، الحرير الإيطالي، القطن السويسري، والمطرزات الرائعة وغيرها الكثير. زورونا الآن وتمتعوا بحسومات حتى 60% في فروعنا في دبي الشارقة، أبوظبي والعين. فروعنا في دبي تستقبلكم من 9:30 صباحا حتى 10:00 ليلا. ريغال، أقمشة مميزة، وجهة واحدة. للمعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800 ريغال. لأنك كثيرا ما تسافر للعمل أو الترفيه، توفر لك فلاي دبي رحلات على درجة رجال الأعمال إلى وجهات أكثر وبوتيرة أعلى وبأسعار مناسبة ومدروسة، وبذلك نمنحك خيارات سفر عديدة ومريحة ومرنة. تبدأ الأسعار من 1900 درهم ذهابا وإيابا. تفضل بزيارة موقعنا flydubai.com لمعرفة المزيد عن أسعارنا المميزة على درجة رجال الأعمال. تطبق الشروط. استمعوا إلى أغاني هيتس على راديو الرابعة، والذي يأتيكم برعاية تشيزي جارليك تويست الجديدة من بيتزا هات. الشكل تويست والطعم غير عادي. تشيزي جارليك تويست بأطراف ملتوية مزينة بزبدة الثوم الشهية والبارميزان والمحشية بجبنة الموزاريلا اللذيذة. تشيزي جارليك تويست، الشكل تويست والطعم غير عادي من بيتزا هات. من أصل العراقة إلى عصر الأناقة، إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاما، يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة، مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية. زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. اسمعنا بس، راديو الرابعة، راديو الرابعة. منزل وسط مدينة دبي، واحة من الأصالة في قلب دبي النابض. لا يوجد مكان يجعلك تشعر بالراحة مثل منزلك، وهذا ما استوحى منه فندق منزل وسط مدينة دبي. فكرة التصميم المريح للغرف بطابع عربي يجسد الروح الكلاسيكية للتصميم العربي المعاصر، وقد تم اختيار الألوان من البني والبيج والأبيض لتمنح المقيم الراحة والسكينة، وتمتزج جميع هذه اللمسات الكلاسيكية الأصيلة بأحدث وسائل الراحة لتجعل الضيف يشعر كأنه في بيته. دلل نفسك في أجواء تقدم لك تكاملاً فريداً بين أصالة الضيافة العربية العريقة مع أحدث التقنيات التي تلبي جميع احتياجاتك. فندق منزل وسط مدينة دبي، بيتك بطابع عربي.
لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد. دائما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا. تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى، مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry. من أصل العراقة إلى عصر الأناقة، إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاماً، يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة، مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية. زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. استعدوا للمشاركة في أضخم حدث مليء بالألوان والمرح مع مبادرة أكتيف لايف من ضمان. ألوان تنبض بالحياة تحلق معكم حتى خط النهاية. سواء كنت لاعبا رياضيا في الأولمبياد أو من هواة رياضة المشي، فإن 5 كيلومترات الأكثر مرحا على وجه الكرة الأرضية هي وجهتك. سباق الألوان يوم الجمعة 27 مارس على حلبة مرسيس. سجل الآن على موقعنا thecolorando.ae أو من خلال صفحة أكتيف لايف على فيسبوك. إذا أعطتك الحياة ألوانا أمس بها وجري. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضلخ برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. سوق الجمعة في عجمان، العودة إلى الأصالة. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا هلا وسهلا فيكم. اتصل لو خبر خالي، اتصلنا في الإخوان بشرطة النعيمية جزاهم الله خير بما يتعلق بموضوع الأخت اللي اتصلت وقالت عندها رخصة، فقالوا الأمور عادية جدا 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 وما فيها أي مشكلة إن شاء الله تينا وما إن شاء الله يصير إلا الخير. أقول أبو يصير عند الجماعة في الشرطة، ما بالعكس ناس راقين في التعامل وفنانين، ما عندهم، قول له ما عندهم خذوه فغلوه، ما موجود عندهم هذا النظام. بعدين ما في ما على ذمية قضية كبيرة ولا شيء، موضوع عادي جدا جدا ما يتعلق رخصة وبعض الإجراءات عادية، خلت تصير عند الجماعة في مركز شرطة النعيمية وتخلص موضوعها. والجماعة موجودين وما بيقصروا، جزاهم الله خير، نشكرهم جزيل الشكر ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو، السلام عليك أبو راشد. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك أم أحمد؟ لا، أم خليفة. أم خليفة كيف الحال؟
تلف علي الصوت. شو أخبارك؟ شلوم على الزمان؟ الله يسلمك. في البلاد ما شاء الله، ما سمعنا صوتك من زمان. لا ما رحنا في البلاد، ترى قلت لك منيت من الكويت، مو ما أقدر أقول شيء عن بلادي. ما بتسافرين أظني؟ لا إن شاء الله قريب إن شاء الله في الإجازة. عارفين شو حلو وايد في الكويت؟ والله صراحة هي حلوة ومع عليها كلام، خاصة الشعب ما شاء الله. لا حلو اللي فيها هلا وايد حلوة. إذا ترى أقولك ها حلو إن فيها هلا حلو. إيه ولا نعم. حلوة الكويت حلوة بهلا وناسها. نعم. إيه والله سبحان نعم. الله. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظ بلاد الأمة محمد يا رب. آمين لك. آمين يا رب العالمين. الله يحفظها يا رب العالمين. الله يسلمك خليك. آمين. يا أبو راشد أنا عندي موضوع، سمعت أن في دوامات في رمضان. نعم. وأتمنى الوزارة التربية والتعليم أن تدرس هذا الموضوع، ما تخلي دوام للطلاب في رمضان. يعني بدال الحين كل فترة عطوا كل شهر ونص عطوهم إجازة أسبوعين. نعم. ليش ما يدرسون الموضوع بدل ما يحطون أسبوعين يعطون إجازة أسبوع عشان رمضان ما تكون له دراسة؟ كل شهر نص إجازة، كل شهر نص إجازة أسبوعين، يدرسون الموضوع يحطون إياه ما شهر رمضان إجازة للطلاب، حتى العيال الصغار دوامات، صعب رمضان ودوام حر. والله يا طويلة العمر هذا مقترح على الهواء يعني. نتمنى الوزير يطالعون هالموضوع ويدرسونه ويطبقون إن شاء الله على الطلاب، لأن القيض يعني مشكلة يعني. لا الحين خلاص حددوا هذا كله، حددوا الأيام الدراسية وحددوا، والله بس ما هي فايدة. زين يبالك من رمضان يبالك. لا وبعدين يوم بيتقدم رمضان بعد نفس العملية يعني كل رمضان، بس رمضان يا طويلة العمر أصبح الآن الحمد لله يعني ما في ذاك التعب يعني. ما علينا احنا ما في تعب، بس حق الطلاب الصغار حق ليس صفوف الابتدائية يعني شوفها صعب والله يا ابو راشد، اذا بيسهرون في الليل وبيشوفوا الصبح الاهل يتعبون معاهم، لا في دراسة بيفلحون في رمضان ولا في سهر الليل وسهر يعني صعب. انا شايفه مجربي يعني صعب يعني، باقي عن رمضان 4 شهور يعني الغا يدرسون الموضوع هذا، يعني مش نازل من السماء والقرار، في توقيع واحد يتغير كل شيء الموضوع عليهم سووه، يدرسونه وقبل ما يسوون يسألون الأهل يعني شو رأيك الأهل وافقون رمضان مدارس يسوون استبيان إيه يطالعونهم الأهل أوكي ولا يناسبه الوقت ولا لا، يعني صعب نحسبنا في رمضان بيعطون إجازة شهر عن الدراسة. تدري الحين أبو راشد كل شهر نص عطوا إجازة أسبوعين، كل شهر نص عطوا إجازة أسبوعين. الجائزة الفصول هذه ترى لا يطول لي الفصول الدراسية يعطون أسبوع سب ما يكون رمضان عنده دراسة. إيه بس ما يشتوي يا طويلة العمر بعد شهر ما يداومون، يشتوي إجازة الصيف هذه. كيف يعني شهر ترى كل سنة الحر رمضان ما يداومون عيالنا؟ هاكل لأن تيجي الإجازة. زين. شو يعني كم يوم يعني فيها؟ الحين رمضان يتجدم يا طويلة العمر. أوكي مو عليه يتجدم، بس الإجازات اللي يعطونه إياها لك الأسبوع كل شهر نص أسبوعين يعطونهم أسبوع يدرسون الموضوع. بدل أسبوعين يعطونهم أسبوع. نفس العملية وبيتقدم ترى عقب رمضان. خير عادل يمكن الجو يبرد بعد. نفس الشيء يا ترى يا طويلة العمر ما يفرق يعني إذا يا رمضان خلاص تموت الحياة بعد ما يشتمل. لا يمكن الجو يبرد على غل الحين القيض الحين دلعنا الشتاء يا نشدة على غل شوية بارد السنة بيجي القيض قوي حار. وين يا نشتة ترى هو ما شفنا أشتاء الحين. لا أنا بس أنتوا روعتوا بالصوف كل يوم بس لكم صوف وقتال حمر شو هذا الجو. رب العالمين ما شفنا أشتاء الحين. لا والله في العين برد يا ابو راشد وايد كان برد والله إيه الحمد لله رب العالمين. لا قصدي ما يتنا امطار وايد وكذي وهذا. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تينا امطار الخير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وبأشكر حكومه ابو ظبي والله العظيم يا ابو راشد ما شيء اخير عنه ما شاء الله ولا قوه الا بالله صدق اللي حطوها حكومه ابو ظبي الحمد لله رب العالمين. اي موضوع عندك ما تقدر عليه تطلبهم على طول يحلوا لك اياه ما شاء الله ولا قوه الا بالله الله يحفظهم يا رب العالمين. آمين. اللي فيه واللي يشتغلون فيه واللي امر بهالموضوع هذا والله انه صدق حلو يعني زين. نعم الله يطول في اعمارهم ان شاء الله. امين يا ربي امين 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 مشكور يا ابو الله يسلمك ويخليك الله يسلمك ان شاء الله يدرسون هالموضوع الله يعزك يا ابو خليفه الله يطول لي عمرك يا عبد الرحمن حياك الله يا اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا كيف الحال؟ خير خير الله يسلمك. كيف حالك براشد؟ خير الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك الله يسلمك. الفتره الماضيه الله يحفظك اتصلت كنت اتكلم منك موضوع الله يحفظك السياره
خسارة جد سياييري الفترة الماضية ما تتذكر؟ والله ما أتذكر. جي خالي ذكرني بالموضوع. جي نعم جي. كنت سائر في إمارة من الإمارات أسجل سيايير، قالوا عندك سيارة منتهية في إمارة ثانية في دبي. نعم. ورحت وتأكدت هناك، نقول مسجلي سيارة باسمك ب 2002. ها ذكرت الموضوع بعد موضوعك ما خلص؟ ما خلص لليوم. لليوم اتصلوني الجماعة تواصلوا وياي زين، وبلغيتهم الموضوع، وكان نقول والله أبنى فرصة يعني عشان بنشوف هذا الموضوع نتأكد. تمت وياهم 10 أيام، كان نقول سمح لنا الموضوع ما عندنا في المرور وراجع الآتي هي الطرق والمواصلات. هي نعم زين. رجعت ليهم كلمتهم نفس الموضوع، قلت لهم يا جماعة انتوا طلعوا الملف، طلعوا هذا وتأكدوا عشان الموضوع هذا. إذا أنا الحين أدعي أو شيء ولا أقول لكم إن هذا الكلام غير صحيح، اتخذوه قرار ثاني بدي. لكن الحين أنا قاعد متعطل، سيائر عندي أبى أجددها، أبى شيء أتحرك. تعرف أنت عندك سيائر في مرة ثانية؟ ولا لا لا ما لي ما لي شغل في السيارة هاي اللي مسجلة، ما أدري ولا أعرف عنها ولا أدل عنها شيء. كان يقول والله صناديق ومن يبهن ومسوي، الحين عندنا وقت تاع الفترة عندنا جارد. قلت له ما مشكلة اتخذوا إجراءات، بس أنا متعطل ترى في هالناحية. زين أنا متعطل لليوم، قلت لهم يا جماعة أعطوني ورقة على الأقل أجدد سيارة. بالضبط، وخلوا الموضوع علي أنا، ليه تطلعون الأوراق لين ما تتأكدوا. المهم على العموم أنا ذيك المرة الله يحفظ واحد منهم أعطاني ورقة بصراحة زين، وجددت كده سيارة خلص موضوع كم سيارة. والحج نفس الموضوع، ردت في سيائر ثانية بعد منتهية، واليوم ما خلص الموضوع. فالك طيب أراجع منه يعني أنا بحلل فيه الموضوع. بتسوي يعني لك الحين وحدة اسمها منال من هيئة الطرق والمواصلات، يعني على الأقل يعني أشوف القائد العام أو حد من هذه. لا القائد العام الحين ما يخصه في هذا الموضوع خالي، يتابعوني لواحد. لا القائد العام الان بما يتعلق بالاتصالات، احنا كلمنا الاخوان جزاه الله خير الزفين في المرور، وقال خلي الريال ما قال، بس الان الموضوع انتقل من عندهم الى هيئه الطرق والمواصلات. اي نعم، هي هيئه الطرق والمواصلات يا طويل العمر هي اللي عنده، ولا لو في الشرطه وهذا ما بيقصرون يعني، حتى هيئه الطرق ما بيقصرون ان شاء الله. بتتصل لك منال ان شاء الله الحين وموضوعك بينحل ان شاء الله. 4 شهور انا قاعد لتريا. لا ان شاء الله موضوع لا يعني تافه صراحه. أبشر بالخير يا اخوي، ابشر بالخير. ما بيقصر. حسناتك الله. لا ما بيقصرون ان شاء الله، ما بيقصرون. ولليوم انا لليوم كل ما اراجعهم يعني انا علي دوامات وفي اشكاليات ثانيه، تعرف انت ما كل يوم تطلع اجازه بتصير دبي. نعم صحيح، وانا ما لي ذنب بالموضوع. لا ان شاء الله بتتصل لك منال الحين ان شاء الله وبيحلوا لك الموضوع ان شاء الله. مشكور عزيز، مشكور. الله يعزك، الله يطول عمرك. سامحني. لا الله يسمع ذنبك، الله يحفظك يا عزيز. مشكور عزيز، مشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. راشد صباحك الله بالخير والنور والسرور. والنور والسرور الله يسلمك. يا هلا وسهلا أبوي، الله يسلمك. عندي بس ملاحظة بارك الله فيك. قول. صرت أجدد أخذ بدل فاقد للرخصة في الشهر دي. زين، رخصة القيادة. الله يسلمك طلع. رخصة القيادة. رخصة القيادة هي. زين، فطلع بدل فاقد والجديد نفس المبلغ، والبدل الفاقد يعني اللي مضيعنا باقي فيه 3 أشهر تقريبا، فبدفع 540 درهم حق 3 أشهر، وبعدين بعد 3 أشهر طبعا لازم أسوي جديد مرة ثانية 540 درهم. جدد زين. لو تجدد بيجددوا لك 3 أشهر بس. ليش؟ يعني الحين ما يتجدد قال لي لأنه مو منتهي. ما يجدد إذا ما لأن عارف إذا مثل جواز الآن إذا باقي في شهرين يجددوني. صحيح، لا بس قال لي ما يتجدد، إذا تبغى تجدد وتسوي بدل، لازم تسوي بدل فاقد وتجديد في نفس الوقت، بنسوي لك كم بألف وشوية. فهمت؟ يعني هذا الملاحظة، يعني كيف بدل فاقد، يعني بدل فاقد عندي رخصة بعد ما متي فيها مدة فيها هذا، فإذا بسوي بدل فاقد 500 بالسعر الجديد لعشر. عشان يعني ما تهمل الرخصة خالي.
ما عليه شيء يحصل يا أخوي يحصل بس ما يكون التجديد نفس والله اللي عارف أن يجددون ما أدري كان القانون هذا جديد ما أدري لا والله هاي مسات سائرة أنا تراني مسوي من يومين تقريبا نعم وإذا هذه وإذا هذا اللي هذا رسوم هذه مقررة من المجلس التنفيذي خالد أنا معاك إيه؟ إن شاء الله معاك بس أنت سؤالك الآن ليش التجديد والهذا كله بنفس القيمة يعني بالضبط هي يعني الحين بدل فاقد ليش أنا باجي فيه ثلاثة أشهر بس وينتهي ترى أقول لك عشان ما تهمل أنت إيه على صدق عشان ما تهمل غرمني على الإهمال أنا مستعد لكن زي هذه غرامة على الإهمال ترى 500 ونفس الجديد يعني ما بسوي زي ترى بعد ما يقدر يسوي لك يعني تبغى يسوي لك الجديد بلف يعني بترضى لا عشان يكون اغلى مثلا او اغلى ما شاء الله اظني من اي اماره ثانيه لا اقول لك يعني عشان يكون لا خالي عشان تحافظ على الرخصه انا عليك على عيني وراسي احافظ على الرخصه يا اخي تسوي لي على الاقل بنص السعر على الاقل 200 درهم مثلا يعني والله بدل فاقد ما هذه رسوم رسالتك على الهواء وهذه رسوم مقرره هذه رسوم مقرره يا طويل العمر سلام ما تقصر يا لو سلام فيك يا عبد الرحمن الله يسلمك معك اعتقد انهم مسوينا كذا زايدين ب 500 عشان انت ما تقول او اي واحد ما يهمل خصوصا ما يتعلق مثل هذه المستندات تحافظ عليها لان اذا سوى رخيص يقول لك يلا لم يدرهم خلى الضيق خلى فالواحد لازم يحافظ على الامور هذه كلها لازم ما يتعلق بالرخص البطاقات الهويه هذه تحافظ عليها وتخليها في مكان يكون عاد اذا انفقدت لا حول ولا قوه ولا كاهمال لا ما تهمل كان فقد ضاعت انسرقت شيء لكن نحن نتكلم عن باب الإهمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألو السلام عليكم السلام عليكم يا أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وراشد يا هلا وسهلا كيف الحال الله يطول عمرك خليك يعطيك العافية الله يعافيك طال عملك أنا بقيت أشكر الشيخ محمد الزايد تفضل يا طويل عمرك كل سرور بالي سرت على نفقة الشيخ مليكة نعم حق العلاج طال عملك الحمد لله على السلامة يا طويل عمرك الله يسلمك عندي نقاط طال عملك الله يخليك الحمد لله والحمد لله طال عملك 6 شهور تميت في مليكة 6 شهور و 15 يوم زين عسى انك بخير الحين اي الحمد لله بخير الحمد لله اللهم لك الحمد الله طال عملك يعني الجماعه هناك تخبرون طال عملك في امريكا نعم يقولون انت جاي على حسابك ولا كيف قلت لهم انا جاي على حساب شيخ محمد بن زايد نعم ومستغربين يعني قال لي صراحه هو ما يسفرنا ولا يودينا ولا يعالجنا حتى اولادنا يعني كله تسواد الله يخليك انت عاد يعني ما بغيت تقارن محمد بن زايد الا باوباما الله يطول لي عمرك خليك لا هم طال عملك مستغربين ايش جاب اللي جاب يا طويل العمر اوباما لا شخص عادي منتخبين هذا الشيخ من سلالة شيخ واجداده كلهم شيوخ يا طويل العمر اي لا خالي الله خلق وفرق مثل ما يقولون يا طويل العمر بعدين طال عمرك في واحدة ملكية قالت لي يعني اوباما نو جود محمد بن زايد جود ابوي اسمعك ها مزايد يعني طال عمرك مستغربين يعني شيوخنا ما شاء الله ما يقصرون وحاسدين طال عمرك على النعمه. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. لا ما قصرون شيء يعني طال عمرك مره قدمت اوراقي قالوا لي توكل على الله. لا ما يقصر جزاه الله خير. اي من فتره طال عمرك عندي دين بعد طال عمرك ودفع ديني بعد. الحمد لله تستاهل ابوي تستاهل. الله يخليك مزايد. تستاهل ابوي تستاهل. لا ما يقصر علي طال عمرك الحمد لله يعني الحمد لله الامور طيبه. اللهم لك الشيخ براشد طال عمرك انا عندي موضوع ثاني سلمك الله انا تعالجت مستشفى الجامعه في الشارجه الجامعه الامريكيه نعم هو طال عمرك عندي سلمك الله القلب وهذا الدكتور قال لي اذا عندك مشكله قلب على طول تلحق اقرب مستشفى انا ساكن طال عمرك قريب المستشفى جيت عندهم تعالجت والفاتوره طلعت يعني 10,000 طال عمرك
وقالوا لي لازم تحط جواز. حط الجواز وخلاص طلعت الجواز، حط الجواز بنتي لاني بسافر لازم احتاج الجواز. نعم. وجواز طال عمرك البنية لين يومك هذا محجوز. بيتصل لك علي الان. فالك طيب. جزاك الله خير، ما نقصر، يعطيك العافية طال عمرك. فالك طيب. فالك. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو. السلام عليكم. هلا أبو راشد، كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله يسلمك ويعطيك العافية. أبو راشد، أنا عندي ملاحظة على الهيئة، هي الطرق والمطارات. نعم. عندي مخالفة مواقف وخالفوني بالغلط هم. واعترفت عليه وطلعت المخالفة غير صحيحة. دبي ولا شارج أبوي؟ دبي أخوي. زين. فهم اتصلوا لي جزاهم الله خير بعد، قالوا لي إن المخالفة غير صحيحة. زين. لكن الحين المشكلة وين؟ المشكلة عندي تسديد سيارة. الله جدد السيارة. نعم. ملكيت السيارة. بس التسجيل خبروني إن لازم أدفع المخالفة. الحين كملت المخالفة فوق الشهر تقريباً وللحين ما شلهم من السجل. رقمك وصل للأخت منال من هيئة الطرق والمواصلات وبتتواصل. جزاك الله. يا هلا وسهلا، حياك. ونشكر الاخوان في طرق المواصلات جزاهم الله خير على هذا التواصل وتخصيص ناس معينين لحل مشاكل الناس اللي يتصلون بوسائل الاعلام وبالبرامج المشابهه جزاهم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. يا هلا وسهلا. سلام، ايش حالك راشد؟ الله يطول عمرك خليك. ساكن بخمسة علي. السلام، الله يطول عمرك. الغاي خشون حري هذا طاف يرتك بالريحة الخايسة هلك والله. أبو مايد. والله خلك يكم ريح جماعة، والله يا جماعة خاف والله في يا جماعة خير. يا أخي عن عيالكم عن أبوه من نصف الريح ولين ننسى الريح هاي. في وين خالي؟ الغالي شعبي محمد راشد صابون صاب الجير هنا مجيري هاي. إيه نعم. الغالي والله لا لا رجل نهار يا جماعة خاف والله فينا عن عيالك ما بيكون. هلك توم ريح خايسة هاي. أنا بس أبغى المسؤولين يجي بس يلاقى المغربي ولا يجي للصبح الفجر بس أبغى يجلس لك إيش مر ريحة هاي يقول لك يا أخي خاف والله فيني يا أخي عيالنا بيمرضون والله سب الريحة هاي هناك محطة مال معالجة التصرف الصحي ولا الشغلة هاي يعني شو ما يربح حل المسألة هذه هي في محطة مال معالجة هناك ولا شو خالي هناك هاي بارك الله فيك اللي ورثك الصين هاي ها هنا بعد مغير البحيرة مال البط بعد بسموها بحيرة البط بعد يعني بحيرة مثل منه وأقول لك وين ما بشغل عن خير خاف والله فينا عندنا عيال عندنا عيال ما يستي أبوي إحنا محسوب عليكم عيالكم ما في ذلك شك لا إن شاء الله ما يهم لا شو مخبرش والله والله تعال والله يبغى تعال أنا بقول اليوم ولا بتعال تعال طويل العمر مسوين يا طويل العمر المحطة كبيرة ما المعالجة مياه الصرف وين غالي وين زين عقب ما يعرض عيال يمرضون لا موجود المحطة شغالة الله يخليك أبو مايد وإن شاء الله بركت زي أقولك اليوم تمر علي لا 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 أنا بصدقنك ولكن أنا سؤالي هنا في محطة والمحطة شغالة يا طويل العمر زين زين الريح وين دي خبر ريحة بركة وين اللي بسأل عني بس المحطة شغالة خالي زين الريح وين دي الريح ولا هذا الماء المعالج كله ينشب في البحر من غير اللي يصير للزراعة أنت الحين ما في داعي نجادل أنت لا ما أجادلك لا أنا بصدقنك بس أنا لا لا أنا أسأل بشكل عام يعني أقول العيل يعني هذه مثل ما تقول شبكة معالجة مياه الصرف الصحي شو 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 خانة عيال إذا ما خلص مياه الصرف فلوس انتهى الموضوع بس ضرب الرسوم انتهى الموضوع ولا شيء أقول يا الخير خاف والله فينا والله خاف والله فينا عيالنا ما يطلعوا برا مول من ريحة يا أخي إذا هم رقود ناقع على البحر كل واحد بيت 5000 دور على البحر ياسين يشم ماك الوضع طيب وإحنا نشم ماك الخياس من نصر علينا نمسي يعني ما ترى عيالنا عيالكم ناقع موقع حسب رأي الوكيل والله العظيم والسمح يا براك غالي الله يسمح ذنبك يا ابو مايد لا بالعكس مشكور غالي هلا الموضوع ثم الله بارك الله لا لا ان شاء الله فالك طيب مشكور غالي شوف يا طويل العمر العيماني الله يطول عمرك خليك كم باجي على الاذان سيد خليفه وديك وايد دقيق ما شاء الله عليك يقول لك هنا يا طويل العمر معلش أنا أعتذر من الرسائل اللي فيها مطالبات ما
مادية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي براشد حبيت أسلم عليكم على يقول وبغيت أشكر على المستمعين المشاهدين، وبغيت أشكر جهد العسكري محمد سعيد المري في إدارة الجنسية وشؤون الأجانب والإقامة بدبي مبنى رقم 15 على صبره وعلى تفانيه، ودائما مبتسم وحبوب جزاه الله خير. أتمنى يوصل للشكر لأنه فعلا أدى واجبه الوطني تجاه المتعاملين تجاه الوطن، وشكرا لكم. يا هلا وسهلا فيك وانت، شكرا بعد يا طويل العمر. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام بعد أن يرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحل لمدينة عجمان وما جاورها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي